برام بيك؟ هدول سجلات مكالماته. طيب والصحفي ما في أخبار عنه؟ قال هلأ كتير مشغول ومسافر برا البلد. عرفوا لي وين ساكن واسألوا لي إذا عن جد كلامه مزبوط. أمرك يا بيك. عم اتهرب من عمران بيك، بس مبين عليه ما راح يتركني بحالي، وإلا ما تصدف ويشوفني بعدين. لك معقول حاطك براسه مع كل هالمشاكل اللي صارت؟ ايه أنا قلت لك، بس أنت وقتها ما رديت علي أبدا. خليك عم تهرب منه. لك مانك شايفني؟ راح أطق روحي من هالوضع. أنا ما بدي زعل حضرتك أبدا، بس بحكم مهنتي ما فيني كذب عليه، ويمكن اضطر احكي انه انت يلي سربت لي الخبر. قديش بتسكت؟ احكي بسرعة. شوفي ليش متضايق؟ بالي عند رفيف، تركتها لحالها بالبيت واجيت، وحالتها مالها تمام. سألتها منيحة قالت ايه، بس مالها منيحة. تعذبت كتير مسكينة، انظلمت، ومريم كمان مسكينة. روح هلأ، لا تتركها لحالها، أنا بشوف هدول، وإذا لقيت شي بتصل فيك. يلا. منيح اللي بعرفك. يلا روح، يلا هات. عمران، خطر ببالي شغلة. لك انت جنيت شي؟ لك انا من وين بدي جيب 800,000 بيوم واحد؟ نزل المبلغ شوي. حضرتك ادرى يعقوب بيك، معك مهلة لبكرة، وإلا انا رح احكي كل شي لعمران بيك. طالما انت اجيتي وسكنتي بهذا البيت ممنوع تطلعي من هاي الغرفة، عم تفهمي؟ بنتي ما بدها تشوفك ولا حتى تلمحك. لا تحرقي قلبها أكثر وتوجعيها، وإلا حسابك عندي رح يكون عسير كتير. حكيت مع يعقوب، قال طلع هو وعمي زياد بعشا شغل، ما رح يجوا على العشا. أسيل، فيك تقيمي صحونهم. شكرا. ورفيف خانهم رح تنزل على العشا؟ ييه، لك أنا شلون نسيت هالمخلوقة؟ هديك المنحوسة مو محسوبة معنا أسيل. بتكون نايمة هلأ، اتركوها. لا ما بظن نامت، كل نهار ما نزلت ولا أكلت شي، وهي حامل هلأ. أنا بطالع الأكل على غرفتها. اسمعوني، اللي بتهتم بهديك المنحوسة وبتدللها رح قلع من هالبيت. إن شاء الله هي وابنها بتموت. لا بتاخدوا لها شقفة خبزة ولا بتاخدوا لها شفة مي، عم تفهموا؟ هي ما رح تقعد على هالصفرة. إيمي هالصحن ما بدي شوفه أبداً. يلا صحتين وعوافي. صحتين وعوافي.
عقلبك يا روحي، عود كول معنا. وين رفيف؟ ليش ما نزلت؟ ما حبينا نزعجها، خفنا تكون عم ترتاح يا ابني. ايه طبعا، اكيد مشانها. هالبنت اليوم اجت على البيت وتعتبر ضيفتكم، هالشي حلو بحقكم؟ شكرا لكم، عن جد شكرا. حبيبي اهلا وسهلا. شو عم تعملي هون لحالك؟ ليش ما نزلتي لتحت؟ كنت عم برتاح. اهلي عم بيضغطوا عليكي ما هيك؟ ما عملوا شيء، عن جد انا منيحه. ماشي، انت ارتحتي كثير، يلا نروح. لوين؟ لا تساليني، جهزي حالك، خلينا نمشي. يلا رح البس ما بطول. خير، شبك يعقوب؟ أنا بحاجة لمبلغ من المصاري عمر، وما بدي أسحب من الشركة اليوم، الموضوع بخصني. بالله، بس لا تأخذني يعقوب، ما معي سيولة هالفترة، ولا المصاري وصحابها تحت أمرك. تمام، مشكور، يلا تصبح على خير. شفتي شو عمل أمي؟ ولا كأنه صار شي، مسك إيده لرفيف وطلعوا يتمشوا. لك بس يا عيب الشو مع العمران. بنتي تركيهم بقى، عمران بعد يومين بيمل منها وبيلتهي بشغله، وهي بتضل لحالها بالغرفة. يلا لأشوف، كملي أكلك لتأخذي الدواء تبعك. أنا منيحة أمي، والدواء أنتي خديه، بركي هيك بيرجع عقلك لراسك. زعلانة على رفيف، مسكينة، مريم خانم رح تعذبها كتير، مو مبين عليها أن قاسية لهالدرجة. كرم مات، مالها سهلة، لو شو ما عملت معها حق. هي هدية جلال لزواجنا، قال لي إذا رحتوا عشي محل تتعشوا ما رح ترتاحوا أبدا، ولهيك جهز لنا هالطاولة عنده كرمالنا، وقبلت. عادي، أنا كتير بحبك عمران. أنا انتهيت، شكراً، انتهيت. طلب 800,000. شو؟ لك هذا مجنون؟ أنا اللي رح جن، أنا المعلومات اللي بيعرفها خطيرة كتير، وبيعرف كمان إنه عمران إذا عرف رح يقطع لي كارته، ومنشان هيك استفزني. طيب شو رح تعمل؟ الله وكيلك، ما بعرف شو بدي أعمل، رح طق، بس لازم أتحرك لأنه ما معي مهلي غير لبكرة لأمنهم. وما فيك تسحب من الشركة كمان؟ مستحيل، وما فيني بيع أملاك لأنه بابا بالقطني دغري، وكمان السيارات نفس الشيء. أنا انتهيت بالمرة، انتهيت. حبيبي خد بيع هدول، أنا متأكدة إنه هدول بيجيبوا أكتر من المبلغ اللي طلبوه منك، وما حدا رح يسألك شو عملت. مستحيل هالشي، ما رح فرط بذهبات مرتي الغالية، أنا هالذهبات اشتريتهم إلك. حبيبي خلص خدهم وبيعهم،
هيك نحن رح نكون الكسبانين بعدين، لأنه إذا عمران عرف وحطنا براسه وقتها رح نتبهدل كتير، ومشان هيك خد كل ذهباتي يا زوجي ما بيغلو عليك. شكرا حبيبتي، أنا لولاك شو كنت بدي أعمل؟ ما رح أنسى لك هذا المعروف. بس نخلص من هالموضوع بتجيب لي أحلى؟ بوعدك يا روحي وحياتك رح جيب لك 10 أضعاف، وعد مني خلص دخيل روحك. انتي حلوة كتير رفيف، انتي كل ما تكوني جنبي برتاح كتير وبحس بغير دنيا. يا ريتنا نضل هيك على طول يا عمران، انت وانا ومراد. انتي وهالفصعون مناح ما هيك؟ لا تأكل همنا. كأنك مو مرتاحة. بلا مرتاحة. أنا لازم أمشي حبيبتي، وأنتي انزلي لحتى تفطري شوي وبنزل. أنا بعرف أنه ما لازم أتركك لحالك هون، بس هالمجرم لازم أعرفه ونخلص من هالمشكلة، وأنتي بهالوقت ارتاحي. أنا منيحة لا تأكل همي. بعتذر أزعجتكم، بس أنا مشغول بالي وبدي أطمن على بنتي. شو هالحكي؟ انشغل بالك على بنتك؟ يا ريت ابني كان عايش كمان، وبدل ما أقعد ابكي كنت قلقت عليه وقعد تفكر شو عم يعمل. يعني ما بعرف شو. يلا انقلعي من هون، مالك بنت عنا، رح خليها تنقلع لعندك. اختي أسيل، لمين هالفطور؟ إذا لزياد بيك فهو فطر من زمان. هالفطور لرفيف مو إله. آه ليش؟ يا حرام، من خوفها منهم ما عم تسترجي تنزل تفطر. رح طالع لياهم، المسكينة هلأ حامل، حرام. إلا كانت تستاهل هالمعاملة. شو هالحكي غصون؟ أنا غلطانة؟ خلت المسكين كرم يحبها ويخطبها كمان، بعدين تركته للشب بليلة خطبتهم ورمى بحاله عليها لحتى ما تموت، وبكل وقاحة تزوجت من عمران بيك واجت سكنت هون. يا عيب شو ما عليكي غصون، شو شفتي من هالبنت؟ لك انتو ما عندكم ضمير، المسكينة ما لازم، تركوها بحالها.
ألو؟ مرحبا، أنا نوار يلماز، دكتور رفيف خانو. عم دق لها موبايلها مطفي، ممكن أحكي معها؟ إيه، أنا بكون بنت حماها، رفيف من شوي طلعت. أكيد بتعرفي، رفيف خانو معرضة للولادة المبكرة، وأنا عطيتها الدواء لحتى تتحسن، بس لازم تعيده لحتى أنا خبرها توقفه وتجي لعندي مرة تانية لحتى عينها. والله عن جد؟ إيه، وكان لازم تضل بالمستشفى لحتى نراقب حالتها وحالة الجنين، بس للأسف ما قبلت. لازم تجي لحتى عينها. شكراً كتير إلك دكتور، أنا بخبرها بهالحكي، لا تأكل هم. أنا تحسباً لأي شيء رح أبعت لها الدواء، لأنه ما معه وصف فيه. شكراً على اهتمامك. أنا اللي بتشكرك، مع السلامة. تفضل. صباح الخير. صباح النور، ليش معزبة حالك؟ معقول هالحكي؟ هلأ البيبي بيكون جاع، بس تخلصي خبريني. شكرا. رفيف، هالأيام الصعبة رح تمرق. مريم خانم كتير طيبة، بس هي بالنهاية أم، وقلبها محروق على ابنها. لو بصير شي لسليم والله كنت بجن عليه كمان. أسيل، أنا مقدرة وضعها وواثقة أنها رح ترتاح. مالي متضايقة منها، بس عم برتاح هون. بس تحسي حالك منيحة، انزلي لتحت. لا، رح كون أحسن إذا بقيت هون. إذا لزمك أي شيء طلبي مني، ولا تخجلي أبدا. شكرا أسيل. أهلين عمران. كرم قبل العرس طلب مبلغ كبير من بابا، وقال له بده يسافر على لندن. طيب قل لي شو صار بعدين؟ طلع عم يكذب على أبي، ومو حاجز تذكرة، على أساس بده يشتغل ويكمل تعليمه هنيك، واتصلت بمعارفي بلندن. مو مخبر حدا منهم. يا الله. طيب شو كان بده يعمل بهالمصاري؟ ما بعرف، لأنه وقتها أخذ المبلغ بإيده. سجلات مكالماته معنا، منهم رح نعرف شو عمل. واحد منهم لفت انتباهي ورح أعرف لمين. أنا جاي فورا. تعال نشوف. شو شايفتك رجعتي بكير؟ شو ما رحتي لعندها؟ رحت، ويا ريتني ما رحت. ليش؟ شو في؟ مريم فتحت لي الباب وما خلتني فوت على البيت، قلعتني من على الباب. كيف يعني؟ رفيف بالبيت وما سمحوا لك تفوتي؟ أوف عائشة، أنا قلبي مو مطمن. ما سمحت لي شوفها، وكأنها محبوسة عندهم بهداك البيت. الله أعلم قديش هنن عم بيأذوها، لأنه نعمت مو ناوية على الخير. هلأ مريم معزورة، سمعتني ألف كلمة بس ما رديت إلا أبدا. عمران كمان مو بالبيت ليدير باله على بنتي. أوف قلبي مو مطمن عائشة. طيب اتصلي برفيف، يلا قومي بسرعة. دقيت لها، معقول ما دق لها؟ بس تليفونها مسكر. يمكن الشحن خالص. يلا رجعي جربي. وقفي انتي، انا بتصل. اهلين عائشة. يا عيوني، انا امك، انتي منيحة؟ امي كيفك؟ نحن مناح، بس أنا بالي عندك رفيف، قلبي مانو مرتاح. طول الليل ما قدرت نام، ولهيك من الصبح اجيت لعندك. مريم فتحت لي الباب وقالت لي إنه أنت نايمة،
وأنا ما حبيت أزعجكم، قمت رجعت على البيت. ما في مشاكل مو هيك بنتي؟ لا ولا شيء، أنا منيحة أمي. مريم وضعها صعب، لا تزعلي منها. رفيف عم يضايقوكي بالبيت ما هيك يا عمري؟ لا أمي، ما حدا عم يضايقني بشي. عن جد وقتها كنت نايمة، بعدين هن ما عم يزعجوني أبدا. نزلي كيفه وأنتو كيفكن، ما اشتقتوا لي؟ يا روحي يعني معقول ما نشتاق لك؟ بنتي قولي لعمران يجيبك لعنا ماشي؟ تمام أمي ماشي، لكن عمد خانم عم تناديلي لحتى أنزل أفطر، لهيك لازم سكر هلا. بوسيني نزلي بدالي وسلميلي على عائشة. بيوصل حبيبتي. رفيف الله يحميكي يا روحي. روح لعند عمران وقل له كل الصور والمعلومات وصلوك بالبريد، وما بتعرف مين اللي بعتهم. يلا بشوفك. استنى، هالقصة خلص انتهت، لا بقى تطلع بطريقي. الله معك. أنت منيح مو؟ يا ربي أصحك تستعجل بالجاية يا روحي. لازم روح لحتى أجيب الدواء وأرجع. استحمل حبيبي، اصبر شوي. بنتي كيف صرتي؟ انت احسن ما هيك؟ ما بدي اشوف هالبنت امي، عملي هالشي كرمالي على الاقل، وقتها بس رح كون احسن. هاد بعتينه من المعرض عمران بيك، بعته لرفيف خانم. شو اعمل؟ شو بدك تعملي يعني؟ بتاخدي هيك وبتستيه للكسر؟ فهمتي شو بتعملي؟ بتستيهن هيك؟ وانا متضايقه كيف قدرانين ينبسطوا امي؟ كيف؟ يا الله بترجاك صحتني ولا تحرمني من ابني. تفضل. مرحبا، السيد عمران بيك طلب انه يشوفني وبعتوني لهون. تفضل. مرحبا، انا بعرف مين بتكون، بس بدي تحكي لي من وين جبت هالخبر. بصراحه يا بيك وصلوني بالبريد الصور والمعلومات وما عرفت من مين، وانا بس عملت شغلي كصحفي. لك بدي افهم، اذا انت شغلتك تتحشر بحياة الناس وتفضحهم قدام العالم، ها؟ انا من هالشغلة عم بكسب رزقي يا بيك. نقلع من وشي ولك، روح نقلع. تفضل. يعطيك العافية بابا. شفت عمو شي؟ ترك شغله عم يشتغل محقق، مفكر حاله رح يلاقي قاتل كرم.
بابا كتير كبر راسه، بكل مرة بيقول له أنت ابني البطل، وهو فكر حاله بطل عن جد. المسكين رح يخسر حاله بعدين. بابا عندي ألف شغلة، قلي وينه. ما بعرف وينه بنتي. وقعنا بمشكلة كبيرة كتير، أنا رح أتصل بعمي وروح لعنده. ما في لزوم تروحي، شو المشكلة؟ وصلتنا تقارير لمشروعنا الجديد وطلبنا التدقيق فيهم من الشركة، بس اكتشفوا إن المشروع رح يفشل. أيوة 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 أيوة. بيقولوا المريض لازم يجي لعند الدكتور. ما بابا، بعرف اللي عم بدور براسك، بس هدول مو لعبة. انت اكيد ما نسيتي اتفاقنا، هدول التقارير بيخصوا عمك، ما هيك؟ هاي كاميرا الباب الخارجي، لقيت شي؟ كرم عم يتطلع بالصحفي ومتوتر. ها طلع، شوف قديشه متوتر ومتفاجئ. أنا رح أعمل لك فنجان قهوة. جلال تعا. ليك نفس الزلمة، بس هالمرة بياع ورد. هلا بتروحي بتغيري وبتعملي ناجح، وخلي عمك يوقع عليه، هو اصلا ما عنده وقت ليحك راسه، ولما بيجي الوقت بنقول له انت وقعت عليهم، فهمتي؟ بابا شو بدك حنان؟ بدك نتركه ينهينا كلنا؟ لسه من كم يوم دفناه لكرم يا بنتي. تمام بابا، قلت لك انه بساعدك، بس هالشي بيأثر علينا كلنا، الخساره الماديه كبيره. المصاري بتيجي وبتروح، ما عندنا فرصه احسن من هي لحتى نبهدله، عم تفهميني؟ يلا فيكي تتفضلي. شو هاد غصون؟ جابولنا هالطرد لرفيف خانم من دكتورة. طيب هاتي أنا بعطيها إياه. ما بيتصلحوا، خلص انتزعوا أسيل. رح يتصلحوا رفيف، لشو هالزعل؟ هلأ بيرجع مثل ما كان. يا الله، أنا بالشو غلطت لحتى عم توقع هالمصايب فوق راسي هيك؟ إذا حبيت ما بخلص منهم أبداً، وإذا ما حبيت ما بخلص. هلأ أنا كيف بدي وقف جنب عمران؟ كيف رح أقدر؟ اليوم أمي إجيت ومريم ما خلتها تفوت تشوفني. طيب احكي لعمران بيك، هو بيطالعك من هون. ما بدي زعله، أصلاً هو طول الوقت عم يسألني عنهم، عم يسألني إذا عم يضايقوني وكيف عم يعاملوني. ما بدي ضايقه بمشاكلي كمان، يعني ما بيكفي كل هالمشاكل. انت قلبك كبير رفيف، تحملي شوي الا ما تضحك الدنيا بوشك. انا قلت لك مريم خانم مع الوقت رح تفهمك ورح تحكي وتشرحي لها همك. هي ما لها ضايقتني، صدقيني هالمخلوقه ما بتعرف شو هو الكره. يلا لا تشغلي بالك، خلينا نصلح التخت بلا ما عمران بيك يشوفه هيك. شكرا كثير على كل شيء، لولاكي شو كنت بدي اعمل؟ كرم لأكثر من مرة حاكي مع واحد اسمه فؤاد، مين هذا بتعرفه؟ بعرف كل رفقاته، بس أول مرة بسمع بواحد اسمه فؤاد. عمران بيك، نحن قدرنا نعرف مين فؤاد، هالشخص من المافيا وبيشتغل بالممنوعات كمان. كرم شو له علاقة بهيك واحد؟ كان واقع بشي ورطة؟ يعني لو كان في هيك شي كان خبرني، والله ما بعرف هالرجال مين بيكون. لا قولي هالزلمة، جيبو. حاضر يا بيك.
ألو رفيف، شو عم تساوي؟ لا تأخذيني بس مشغول شوي، ما أقدر أدق لك. مو مشكلة حبيبي. المفاجأة يلي بعتها وصلت وركبتها. عجبتك؟ حلوة كتير عمران. منيح، أول ما خلص شغلي بيجي، ما ضل كتير. الله يوفقك للطول عمران. تكرمي. تفضل. شو جابك لهون؟ فينا نحكي شوي مع بعضنا؟ شو رح نحكي؟ أنا لا بدي شوف وشك هون ولا بدي اسمع اللي رح تقوليه. انقلي من وشي. حتى لو ما بدك تسمعيني أنا بدي أقول كل شي بقلبي. مريم خانم، ما حدا منا بيقدر يكون بمكانك. أنا ابني لسه ما خلق وما بعرف شو شعور الأم. يمكن أول مرة بجرب هالإحساس. لما بيتحرك ببطني وبيحسسني بوجوده بحمد ربي وبشكره وبحس قديش قلبك محروق، لأني قبل ما أشوف ابني وأحمله بحضني حبيته كتير. بقى كيف إذا صار شاب؟ الله أعلم قديش بيكون قلبك محروق. بكفي بقى اطلعي. رح أطلع، وإذا بدك ما رح خليكي تشوفي وجهي مرة تانية. أنا حاسة فيكي وبعرف إنك عم تتوجعي. صدقيني كل الوقت بسأل ربنا ليش اختبرنا بهالامتحان، بس ما عم لاقي جواب على هالشي. المصايب اللي وقعت فوق راسي واللي صارت معك كلهم مكتب لنا نعيشه، بس بترجاكي صدقيني عمران رح يلاقي المجرم يلي قتله لكرم. خليكي واثقة بأخوكي، ولو سمحتي فهميني. أنا كمان قلبي محروق مثلك مريم خانو، حاسة بوجعك ومتمنى خفف. كرم شو له شغل معك ولك؟ احكي. ما بعرف كرم ولا غيره. احكي ولا بطلع لك روحك، جاوبني لشوف. قلت لك ما بعرف، اتركوني بقى. وهلا رح تحكي ولا شو؟ يلا قولوا لك، قولوا لك. وقف، لا تضرب. كرم اجى لعندي وطلب مني أمن له شغلة. شو هي؟ احكي شو هالشغلة. أمن له قاتل مأجور. تفضل. تسمحي لي فوت يا بنتي؟ شو هالحكي؟ معقول تسألني؟ تفضل فوت، تفضل.